شهدت ولايات محافظة مسندم في ساعات الصباح الأولى هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة سالت على إثرها الأودية والشعاب، حيث شهدت ولاية خصب هطول أمطار غزيرة إلى متوسطة على كافة المناطق والقرى الجبلية التابعة للولاية وجريان الأودية والشعاب فيها. وجرت أودية غميضاء الشرقة وتيبات وفيضاء بولاية بوخا وأودية وفي وولاية خصب، جرت أودية قدا وخصب وموة ومحاس والحاجر، جعلها الله أمطار خير وبركة. صور بديعة ومشاهد خلابة شكلتها مياه الأودية المنسابة من الجبال وهي تعبر رمال صحراء الربع الخالي. وتكونت هذه الأودية بعد هطول أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من ولايات السلطنة نتيجة تأثيرات خدود منخفض جوي. نتابع معكم هذه المشاهد الجوية من محافظة الظاهرة.